السلام عليكم متابعي قناة الجزائر تك. من خلال حضورنا لمؤتمر تدشين مجمع صناعي جديد لشركة إيريس الجزائرية بمدينة سطيف، أردنا أن نشارككم مراحل صنع الهواتف الذكية من البداية إلى غاية مرحلة الشحن. ابقوا معي بعد قليل لكي تتعرفوا على كل شيء. قبل بداية هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناة الجزائر تك وتفعيل جرس التنبيهات لتتوصل بكل جديد في عالم التقنية. بداية بالشكل الأولي للهاتف الذي يحتوي على البطاقة الأم والشاشة بطبيعة الحال، والتي تأتينا هذه القطعة من مرحلة تصنيع أخرى في أسفل المصنع، بحيث هناك يتم مراقبة الجودة والصلاحية. تاليا ننتقل إلى مرحلة تركيب القطع الثانوية، الكاميرا، البطارية، حساس البصمة أو الفينجر برينت. هنا حيث يقومون بهذه العملية أشخاص مؤهلون لذلك من أجل التأكد من أن العملية تتم بأكمل وجه. تاليا يقومون بوضع الهاتف في هذه الآلة الخاصة بتركيب البراغي وتثبيت القطع في الهاتف. في نفس المرحلة يوضع الغطاء الخلفي بالإضافة إلى تركيب بطاقة في الخلف تحتوي على رقم الإيميل الخاص بكل هاتف، وهنا الرقم يساعدنا على التعرف على معلومات الهاتف، جهات الاتصال وغيرها. تاليا ننتقل إلى هذه الآلة التي يقومون فيها بتجربة الحرارة المرتفعة على الهاتف من أجل التعرف على درجة تحمله للظروف الملائمة له. تاليا سيقومون بتثبيت نظام التشغيل على الهاتف وموافقته مع الرقم التسلسلي أو الإيميل كود. في المرحلة الموالية يجب تجربة جميع الأشياء في هذا النظام إلى غاية تأديته جميع المهام، على سبيل المثال تجربة الألوان على الشاشة، الكاميرا الخلفية والأمامية، حساس البصمة وحساس الحركة والحرارة، بالإضافة إلى جميع جهات الاتصال. بعد أن يتخطى الهاتف مرحلة التجارب بنجاح، يقومون بتركيب ملصق من الخلف وملصق في شاشة يحتوي على المعلومات الخاصة بالهاتف وإدراج أوراق ضمان بنفس الكود التسلسلي ووضع الهاتف في علبة خاصة به مع جميع الإكسسوارات اللازمة، ويتم تجميعهم في الأخير في صناديق، حيث هناك يتم إضافة جميع الهواتف إلى قاعدة البيانات الخاصة بشركة إيريس. والآن الهواتف جاهزة للشحن والتسويق للمستهلك الجزائري. هذه كانت جولة في مصنع إيريس بمدينة سطيف، بالتحديد قسم تركيب الهواتف الذكية. في فيديو قادم إن شاء الله سنتعرف على مراحل تصنيع أجهزة التلفاز الخاصة بهذه الشركة. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، كان معكم إيهاب من قناة الجزائر تك، نلتقي في حلقات قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.